أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما حكم من ينوي صيام التطوع بعد زوال الشمس إذا كان لم يأكل في يومه شيئا؟ الله فيه إشكال، بعد الزوال فيه خلاف، أما قبل الزوال نعم لا بأس، أما بعد الزوال ففيه خلاف نية الصوم التطوع بعد الزوال، لكن إذا فعله نرجو أن يكون له أجر. نعم.